على نديم وهون في زون تر اوفر على هومنتمن. نديم احمد عم يسدد من محل بعيد ما بترجع المحاوله. الابيض بمر لعند وين باربور والباربور بسجل. لنهايه الكوارتر الثالث تسديد الجميل الابيض مبيض وجه. الابيض بطلع الطابه لبرا عند خليل، بياخذ التسديد الثلاثيه. علي مزهر بمر للابيض، بيسدد وبيسجل جميل الابيض. اولى نقاطه بالمباراه بتمريره ذكيه من اللاعب علي مزهر والفارق عم يزيد لتسعه 53-44. الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح فريق هوب. خليل هون على الديفنسيف ريباوند. انتوين بربور بسجل انتوين بربور لخليل هون. محاولة ثلاثية ريباوند لجميل الابيض. زون ديفنس من قبل فريق الحكمة. بربور بياخذ التسديدة الثلاثية وبيسجل الابيض. بيعمل اوفنسيف ريباوند لخليل. تمريره للبربور، بربور بيعمل فيك بسدد بسجل انتوي بربور بسجل انتوي ريتشاردز. بيكسر الطابه من تايرون نيلسون. تمريره للابيض، الابيض بمرر للبربور. وهون بيمنع خليل هون محاوله الاليوب. تاني بيبقى نهاية الجيم، الفارق 36 نقطة، أكبر فارق بيعمل هلا بين فريقين. جميل الأبيض بيسدد وبيسدد